أهلا بكم أحبتي في أسبوع جديد من مادة التربية الإسلامية. خلال هذا الأسبوع سوف نتحدث عن بناء الكعبة المشرفة، ثم سوف ننتقل للمسح على الخفين. بداية أحبتي، الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلاتهم، وقد بناها سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يعرف الطالب أنه نشأ في العراق وهاجر من العراق إلى بلاد الشام، وتزوج السيدة هاجر، ثم انتقل مع زوجته السيدة هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، وكذلك لقب بأبي الأنبياء. بعد ذلك سوف تعرض للطالب القصة حول بناء الكعبة المشرفة، ثم الطواف بالكعبة المشرفة، والذي هو عمل من أعمال الحج والعمرة، وعدد أشواطه 7 أشواط بعكس اتجاه عقارب الساعة. سوف يتعرف الطالب من خلال الحوار الخارجي بين سلمى وليث والأم إلى كيفية بناء الكعبة المشرفة، وما الذي حدث آنذاك. ولا بد أن يعرف الطالب أن الكعبة في اللغة هي كل بيت مربع الجوانب، وجمعها كعبات أو كعاب. وسوف يستعين بالصور ليسرد شفوياً قصة بناء الكعبة المشرفة، ثم ينتقل إلى حل أسئلة الفهم واختبار المعلومات بوضع إشارة صحيحة حول الاختيارات المطلوبة. ثم ينتقل الطالب في الحصة التالية إلى المسح على الخفين، ولا بد أن يعرف أن الشريعة الإسلامية حرصت على تخفيف المشقة على الناس، ومن ذلك جواز المسح على الخفين أو الجبيرة. لا بد أن يتذكر الطالب أركان الوضوء، وهي النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل القدمين مع الكعبين، والترتيب. ولا بد أن يعرف الطالب أن هناك سنن في الوضوء وأركان كذلك، وعليه الالتزام بالأركان والقيام بالسنن لأخذ الأجر الإضافي. أما بالنسبة لمفهوم المسح على الخفين وحكمه، فهو تمرير اليد المبللة بالماء على الخف الذي يستر الكعبين بدلاً من غسل القدمين بالماء. وقد أجاز الإسلام المسح على الخفين عند الوضوء بدلاً من غسل القدمين، والحكمة هي التيسير والتخفيف على الناس. فكيف يكون ذلك؟ إذا أراد المسلم المسح على الخفين، فإنه يتوضأ، وحين يصل إلى غسل القدمين يبلل أطراف الأصابع بالماء، ثم يبدأ بالمسح على الخف من مقدمة أصابع القدم مرة واحدة. أما بالنسبة لكلمة خف، فلها عدة معاني، ومنها ما يطلق على قدم الجمل كذلك، وليس فقط الخف في اللغة العربية. وهناك ما يعرف بشروط المسح على الخفين، والتي منها أن يلبس هذا الخف طاهراً بعد وضوء كامل، وأن يكون ساترين للقدم مع رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وأن يكون الخفان مانعين من نفاذ الماء، وأن يكون الخفان قويين يمكن المشي عليهما. أما بالنسبة لمدة المسح، فهي يوماً وليلة، و3 أيام وليلة للمسافر. وبذلك المقيم هو من استقر في مكان سكنه، بين المسافر هو من خرج من مكان سكنه. ولا بد أن يتعرف الطالب كذلك إلى مبطلات المسح على الخفين، والتي منها انتهاء مدة المسح ونزع الخفين أو الجوربين أو إحداهما خلال المسح. إلى اللقاء أحبتي في أسبوع جديد.